أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا الآن سورة المنافقون، وهي سورة مدنية وآياتها 11 آية، وهذه تعتبر من قصار السور. والمنافق هو الذي يظهر غير ما يبطن، وسبب نزول هذه السورة المباركة أن المدينة المنورة، يعني عندما دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيها اليهود وفيها المشركون وفيها المنافقون الذين أظهروا الإسلام وهم كارهون له. وكان من رأس هؤلاء المنافقين يعني رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، أحد قادة ورؤساء الخزرج، وكان مرشحا أن يكون يعني زعيم المدينة قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. فحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر الإسلام ولكنه يحاول أن يدمر هذا الدين من طريقه هو. منافق من منافق المدينة، عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وإن تظاهر بالإسلام، وذلك لأنه كان مرشحا أن يكون سيد المدينة قبل قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها، ولذلك حقد عليه وحقد على الإسلام وعلى المسلمين جميعا. تمرد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فانسحب بنحو ثلث عدد المقاتلين، ثم تمرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في غزوة بني المصطلق، ويروى عنه قوله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنقل زيد بن الأرقم وهو من كرام الصحابة رضي الله عنه، نقل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسولنا صلى الله عليه وسلم رأس النفاق ورأس الكفر هذا عبد الله بن أبي بن سلول، استدعاه وعاتبه على ما قال، فأقسم عبد الله بن أبي أنه لم يقل هذا الكلام، فنزل القرآن ليكذبه فيما أقسم عليه. كان له ابن من الصالحين ومن كرام الصحابة اسمه عبد الله أيضا، فذهب هذا الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي في قتل أبي. قال: أنا لا أقبل أن يقتله غيري ثم أرى قاتل أبي، يعني دون أن أقتص منه، فلكي لا أقتل مسلما بكافر إذن لي أن أقتله أنا. فنهاه الرسول عن ذلك وقال: لعل الله تعالى أن يهديه. استأذن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه. وعند عودة الجيش إلى المدينة، تقدم ابنه عبد الله هذا الصالح واقفا بسيفه على مدخل المدينة، حتى إذا قدم أبوه أشهر السيف في وجهه وقال له: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سلول أيضا من ضمن مؤامراته ضد رسول الله، كان يحرض يعني بعض ضعاف الإيمان وبعض المنافقين ألا يدفعوا الزكاة لرسول الله، وألا يدفعوا يعني أو يساهموا في تكاليف الجهاد. قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولذلك سمت هذه الصورة باسم المنافق المنافقون، يعني ذكرا لهذه الوقائع التي حدثت في الأيام الأولى من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتلخص بعض ما عاناه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من طبقة المنافقين واليهود والمشركين في المدينة، ويركز على أن الرسول بذل جهدا لا تطيقه الجبال في سبيل الانتصار على هذه التشكيلة الغريبة في مدينته صلى الله عليه وسلم. وتبدأ سورة بخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له فيه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والنفاق من الصفات التي يبغضها الله تعالى، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني واحد ما عنده مبادئ. وهكذا كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاومة شديدة إلى وفاته، يعني كان عدوا من أعداء الله ومحاربا لدين الله إلى وفاته. فيقول إذا جاءك، وكان مسلم، يعني يقول الرسول وأسلم على ذلك: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعدين تؤكد على كيف هذا المنافق كان يأتي، يعني يثير الفتنة ثم يأتي ليكذب ويقول أنه لم يفعل ذلك. فتقول الآيات: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يفعلون. والجنة هي الدرع أو الوقاية الحديدية التي كان يلبسها المقاتلون في القديم حماية لأجسادهم من سيوف ومن رماح ومن سهام أعدائهم. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يقسم بالله وهو لا يعرف، يعني مسؤولية هذا القسم مسؤولية كبيرة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله كانوا كثيرين، أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الطبع على القلب يعني تغليف القلب بما يعزله عن الحق، تغليف القلب بالكراهية، الأنانية، النفاق، الكذب، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يعلمون الفرق بين الحق والباطل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، عمالقة طوال القامة، أقوياء البنية، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فصحاء وبلغاء. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. ولكن إذا حللت هذا الكلام تجد لا يفيد، لا يقدم ولا يؤخر، كالخشب التي لا يستظل بها ولا يستفاد بها في صناعة الأبواب والشبابيك إلى آخره، ولكن خشب مسنود على الحائط لا قيمة له ولا دور له. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لهم، تسمع لقولهم، يعني تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو فاحذروهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يعني أنى يؤفكون تعجب من موقفهم، كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل، وعن الإيمان إلى الكفر، وعن التوحيد إلى الشرك، أنى يصرفون، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني أي نصيحة كانت تقدم لهم كانوا يستقبلونها بالاستخفاف والاستهزاء والاستهتار. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم،
لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لما مات هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، يعني بقيت عاطفة الأبوة عند ابنه هذا الصحابي الصالح، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في قميص من قمصانه يلبسه لجثة أبيه لعل الله تعالى يرحمه ببركة قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يصلي عليه. فإكراما لهذا الابن الصالح صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نزلت الآيات يعني تعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وإن كان قد فعله يعني إكراما لخاطر ابنه الصحابي الصالح، ويعلم أن الله خيره في ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني سواء عليهم أستغفرت لهم، أن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، هذا هؤلاء المنافقون، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسق الخارج على العهد، الخارج على الإجماع التي أجمع عليه الأمة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني عبد الله بن أبي سلول وأمثاله من المنافقين كانوا يحرضون يعني بعض سكان المدينة ممن أسلم على ألا يبذل أي مال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترك في تكاليف أي جهاد من الجهاد الذي قام به الرسول في غزواته المتعددة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني الله هو رب هذا الكون ومليكه، هو الذي ينزل من السماء بقدر ما يشاء يعني رزقا لعباده، يعني ويصرفه عن ما يشاء سبحانه وتعالى. والناس لا تعلم أن كل ما تحتاجه الحياة على الأرض يخلقه ربنا تبارك وتعالى في السماء في قلوب النجوم، ثم ينزل منه يعني بالقدر الذي يعلم بعلمه المحيط أنه يصلح الناس. فالنجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة، يعني يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من العناصر، عناصر المادة يعني الحديد والنحاس ويعني ما بعد ذلك من عناصر، ثم ينفجر النجم إذا أظهر قلبه إلى الحديد وتتناثر أشلاؤه وصبغة السماء، وتبدأ هذه العناصر تصطاد يعني اللبنات الأولية للمادة، فيخلق الله تعالى منها كل ما تحتاج الحياة يعني من العناصر التي أعلى في وزنها الذري من الحديد. أما قل رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، فصره الأولون بالمطر، والمطر له أهمية كبيرة في حياة الناس، ولكن ليس المطر وحده، فصرها آخرون بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق على الناس، وهذا صحيح، ولكن نعلم الآن أن كل ما تحتاجه الحياة على الأرض ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء بالقدر الذي يعلم أن فيه صالح هؤلاء العباد. ولذلك يقول ولله خزائن السماوات والأرض، يعني ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني هذه كلمة هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني لا يدرك المنافق أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وبعدين التوصية التي جاءت في ختام هذه الصورة المباركة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ذخيرة لكل عبد من عباد الله، يعني تشفع له عند رب العالمين، تكفر من سيئاته، ترفع من درجاته،
يعني تشفع له عند رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي ينشغل بالدنيا عن الآخرة هو الخاسر. الذي يغفل عن ذكر الله وعن أداء حق الله الذي يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الخاسر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم تختتم هذه الصورة الكريمة بالحث على الإنفاق في سبيل الله. قل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وبعدين تختتم الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني رب العالمين حدد في جبلة كل فرد منا أجله. وقد اكتشف العلماء مؤخرا أن الصبغيات التي تكتب بها صفات الإنسان حاملات الوراثة، حاملات الصفات الوراثية، يسمونها الكروموسومات أو الصبغيات، كل صبغي له نهايتان طرفيتان، يسميهما العلماء النهاية الطرفية أو تلومير. تلو يعني بعيد، ومير يعني جسيم، الجسيم البعيد. واستغرب العلماء يعني ما دور هذا الغطاء لكل صبغي. بالمراقبة الشديدة لاحظوا أنه كل ما تنقسم الخلية يقصر طول هذا الغطاء الطرفي حتى يصل إلى سمك معين تموت الخلية. فالله سبحانه وتعالى حدد أجل كل منا في داخل جسده، ليس فقط في كتاب عنده سبحانه وتعالى، ولكن أيضا في داخل الجسد. ولذلك ختمت هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. هذه الصورة صورة المنافقون، وكما فهمنا أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين الذين قاوموا الدعوة الإسلامية في المدينة، يعني وألبوا على رسول الله كل من الكفار والمشركين، وخذلوا الجهاد في سبيل الله في كثير من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.